سيمبل ريمايندر بالديفينيشن. يعني ايه مسايكل فيلف ريفلكس؟ هو ببساطه شكلها جدا ريفلكس اوف يورين فروم ذا بلادر نيك انتو ذا يورين. وموست ده بقى نتيجه الماتوريتي في البريفنتيف ميكانيزمز اللي المفروض ان هي موجوده تمنع الباسج ده من البلادر لليورين. ممكن الريترو بيك فلو ده يعمل لنا دايلاتيشن يعني ديستنشن للرينا تراك اليوريتابس والرينا البنكس ده هنسميه دايليتنج مزايكل فيلف ريفلكس او ممكن يبقى موجود وداوت دايلاتيشن ده هنسميه نون دايليتنج. قصه بقى الايزوليتد ان يكون في ايزوليتد مزايكل فيلف ريفلكس ومعهوش زي ما احنا هنشوف اوستراكشن او انفكشن. في ناس بتعتبره ممكن اعتبر ان هو حاجه مش هارمفول للكلي كويس، لكن طبعا هنشوف كمان شويه ان الحته دي عليها كلام كتير جدا ومش هقول ان في ديبيتس، بس في ساعات بيبقى في ديفيكولتي ان احنا نقدر نكاتيجورايز البيشنت بتاعنا في انهي كاتيجوري من الكاتيجوريز دي. في عندنا الكلاسيفيكيشن في حاجه اسمها برايمري فازايكوتيريك ريفلكس وسكندري فازايكوتيريك ريفلكس. السكندري ببساطه شديده جدا اللي هو حصل دايلاتيشن او حصل ريفلكس نتيجه ايه؟ نتيجه ان في اوستراكشن سواء في اورجانيك اوستراكشن او نيوجينيك اوستراكشن. البرايمري فازايكوتيريك ريفلكس ده بتبقى موست اوف ذا كيسز، وزي ما احنا قلنا بتبقى المشكله الاساسيه ان في حاجه زي الماتوريتي في البريفنتيف ميكانيزمز اللي هي المفروض تمنع الريترو بليك فلو من البلادر الى اليورين. طيب من هنا قريب من بعد السلايد دي احنا هنتكلم اساسا على البرايمري فازايكوتيريك ريفلكس. يعني سكندري فازايكوتيريك ريفلكس في اوستراكشن ده قصه هنشوف الاوستراكشن ايه وهنعالج الاوستراكشن. المفروض ان الفازايكوتيريك ريفلكس هيتحسن. طيب الماجنتيود ايه بتاعت البروبلم بتاعت الفازايكوتيريك ريفلكس؟ لقوه موجود تقريبا في 4.1-8% من تشيلدرن وذاوت هيستوري اوف يورينري تراك انفكشن ممكن يكون عندهم فازايكوتيريك ريفلكس. يعني ممكن يكون موجود واحد ما كانش عنده هيستوري اوف يورينري تراك انفكشن، لكن في المقابل 1-3 من تشيلدرن هو هيستوري اوف يورينري تراك انفكشن اللي هيبريزنت لنا بفبراير يورينري تراك انفكشن هنلاقي عنده فازايكوتيريك ريفلكس. ممكن يكون له فاميليال تندنسي، يعني ممكن يكون موجود الناس اللي عندها ان ريليشن، عشان كده قالوا ان ممكن يكون في جينيتك اليمنت موجود في الفازايكوليتيريك ريفلكس. طبعا هو مور كومن اللي هو اللي بيجي الفازايكوليتيريك ريفلكس يورينري تراكت انفكشن ده هيبقى مور بريفلنت في يانجر ايجز، وطبعا هو مور كومن برضك في الجيرلز والانفانتس يانجر ذان 2 ييرز. البريفلنس بتاعه المفروض هيديكلاين باي ايه؟ باي اتش، لان بيحصل له باي اتش سبونتينيوس ايه؟ سبونتينيوس ريزوليوشن. طيب بردك الماجنتيود اوف ذا بروبلم الهاي جريد ديكريز اوف فازايكوتيريك ريفلكس بنلاقيها اكتر في السيتويشن دي، يعني ممكن نكتشفها لما لقوها في 88% من الحالات الهاي جريد فازايكوتيريك ريفلكس موجوده في الناس اللي عندهم يورينري تراك انفكشن. 7% كانت وهم بيدوروا عليها في الفاميليا فازايكوتيريك ريفلكس حد كان عنده فبالعيله حد تاني بندور عليه. 4% كانت نتيجه ان في سيمبتومز اوف بلادر اور باول ديسفانكشن اللي هي البي بي دي سيندروم، و1% من الاكزامينشن كانت عشان بندور عليه لان الطفل كان عنده فيتال او انتي نيتال هايدرو نفروز. طيب احنا بقى كلينيكال او براكتيكال وين تو سسبكت ان الطفل ممكن يكون عنده فازايكوتيريك ريفلكس؟ ايه الكومن كونديشنز اللي ممكن نلاقيه فيها؟ طبعا اشهر حاجه البيشنت اللي جاي لنا بايه؟ بفبراير يورينري تراكت انفكشن. فبراير يورينري تراكت انفكشن يعني ابر يورينري تراكت ايه؟ انفكشن. اي يورينفايتس او فايلاتس. هنلاقيه برضك ممكن في حالات اللي بنعمل لها سكريننج الانفانتس اللي كان عندهم ايه؟ اللي كان عندهم انتي نيتال او فيتال هايدرو نفروزس. ممكن نلاقيه نكتشفه واحنا بنعمل روتين الانفانت هيلث تشيك، بنعمل له الترا ساوند نلاقي فيه دايلاتيشن، في حاجه سجستيف ان ممكن يكون عنده فازايكوتيريك ريفلكس مشكله ونبتدي ندور عليه نلاقيه. لو بنعمل سكريننج لبعض الحالات زي ما بعض السوسايتيز وفي بعض الريكومنديشن بتقول ان احنا لما نلاقي حد عنده فازايكوتيريك ريفلكس نعمل سكريننج للايه؟ للفاميلي بتاعه. في حالات برضك البلادر باول ديسفانكشن ممكن لما يكون السيمتومز جايه كده وندور عليه ممكن نلاقي الفازايكوتيريك ريفلكس. البيشنت اللي جاي لنا بانفانسد رينال ديسفانكشن وملهاش سبب واضح قدامنا ممكن لو دورنا نلاقي ان عنده فازايكوتيريك ريفلكس. ساعات ديورنج سكول هيلث كير تشيكس اللي بتلاقي اللي بتطلع لنا ان فيه بروتينوريا او سيمتومز كدني فيلير لو دورنا برضك مفيش سبب واضح ممكن يطلع ان كان عنده او لسه موجود عنده فازايكوتيريك ريفلكس. طيب سريعا كده
فازايكوريتيريك ريفلكس اند يو تي ار. لسنين طويله فازايكوريتيريك ريفلكس كونسيدر دايما كريسك فاكتور فور ابر يونت تراكت انفكشن. نتيجه ان بيحصل سبريد للاورجانيزم بالبريشر اللي موجود في البلادر يطلع في وجود الريفلكس للكيدني فوق فيعمل لنا الانفكشن. وعشان كده كان برضك من زمان في الكونسبت ان احنا ممكن في الحالات دي ندي ايه كونتينوس انتي بايوتيك بروفلاكسيس تو بريفنت الابر يونت تراكت انفكشن. طيب في حالات الفيتال هايبرنيفروزس دلوقتي بقى الجديد ان لما بدانا نستخدم الروف ده انتي نيدال الترا ساوند بدانا نفهم اكتر ان الفازايكوميتريك ريفلكس اللي بيبقى موجود في الحالات دي مش سنجل انتي. ده ممكن يبقى كلاسيفايد انتو تو تايبس. حاجه رير اسمها كونجنتال ريفلكس ديزيز دي هنلاقي فيها ابنورمال بين الباريتما في فيتال هايبرنيدال هايبرنيفروزس ومعاها دايليتنج هاي جريد ريفلكس ومستمر بقى مع الطفل يحصل له ايه يبقى ديليفر. يعني لما بنعمل فورتنج سيستوليزوجرام هنلاقي موجود ومعاه ستراكشر ابنورمالز موجود فده سموه ريفلكس ديزيز. الليس كومن فورمز بعد ما اللي هم بقى اكتشفوها بعدين ان اطفال جايين بفازايكوريتيريك ريفلكس بيسموها ريفلكس سيمتومز عباره او ريفلكس سيمتوم دي عباره عن ان طفل كان اتولد وجاله ريتراك انفكشن وعملنا له فورتنج سيستوليزوجرام زي ما هنقول نلاقي عنده ريفلكس لكن هو انتي نيدالي ما كانش عنده ايه وعشان كده سموها ايه الريفلكس سيمتوم. وقدروا ان هم يفرقوا مقارنه بين الاثنين فلقوا دايما ان الفازايكوريتيريك ديزيز مور كومن في الميل عن الفيميل كويس وممكن طبعا هنا هيبقى فيه ابنورماليتيز موجوده في الابر هيرا تراك والجريتس اوف ريفلكس ده موجوده في الفازايكوريتيريك ديزيز اللي هو الانتيتي الاولانيه ممكن تبقى جريد اللي هي الهاي جريد ريفلكس الانتي الثانيه بتبقى دايما اقل شويه اللي هي اللو جريد ريفلكس. والكلام ده كله زي ما انتم شايفين كده غير شويه في الكونسبتس بتاعت الايه بتاعت المانجمنت والاسسمنت ليتر كون زي ما احنا هنقول اتغير الكونسبت اللي كان موجود قبل كده ان احنا كل الحالات اللي جايه بالدايلاتيشن انتي هنعتبرها ان هي ريفلكس ايه ريفلكس ديزيز. الفازايكوميتريك ريفلكس وعلاقته باللور يو تراك زي ما الدكتور هابي قال طبعا في علاقه وثيقه بين الاثنين. وجدوا ان الولاد اللي عندهم مشاكل في اللور يو تراك بلادر سيمتومز او بلادر انفكشن كل ده بيزود الانسيدنس بتاع اللي بيبقى اسوشيتد معاه فازايكوميتريك ريفلكس. وحطوا ثيوريز قالوا ان بيفور التور التريننج المشكله بتبقى اساسا نتيجه انكريز ريزيديوال فوليوم اوف يورين والبلادر كاباسيتي فده اللي بيزود الاوكارنس بتاع الريفلكس. بعد التوبال تريننج بيبقى فيه ديسفانكشنال فويدنج وده لما بيكون موجود اللوبر يونت تراك ديسفانكشن بيخلي ان في صعوبه ان الريفلكس اذا كان موجود ان يحصل له سبونتينيوس ايه ريزولوشن. طبعا البلادر باول ديسفانكشن زي ما برضك الدكتور هابي جاب سيرتها طبعا دي مشكله بتبقى موجوده في الايه في البلادر فويدنج وفي نفس الوقت في الباول ودي ليها ديفينيشن هي كومباين كونديشن لما يكون موجود حاجه من الحاجات دي سيمبتومز اوف لوور يورين تراكت ديسفانكشن which is basically identified with objective assessment. الكلام ده كله لازم يحصل فين في توبال تريند ايه شايل اند اور ابنورمال ابدومينال اند انتستينال فايندينج وليها برضك ديفينيشن فريكوينسي باول موفمنتس اقل من 2 في الاسبوع ريكيرنج ابسنس اوف الباول موفمنت اكتر من 5 ايام او ان في small quantity of feces او fecal impaction السايز بتاعها يتحدد بالاكس راي او بالالترا ساوند ومحددين له مطلب ايه وجود الباول بلادر ديس فانكشن ده اسوشيتد مع هاي بريفلنس اوف فازايكوميتريك ريفلكس. طيب الدايجنوزز هنشخص ازاي فازايكوميتريك ريفلكس؟ الثلاثه راديولوجيكال تولز المشهورين الالترا ساوند بس الالترا ساوند نبقى عارفين ان هي الاكيوسي بتاعها في الديتكشن ايه قليل هتدينا فكره لو لقينا لو كان موجود ممكن يبقى في لينا طبعا دايلاتيشن لينا البلفس ممكن يبقى في هايبر نيفروتيك تشينجز دايلاتيشن يوريتر لكن طبعا مش هي الجولد ستاندرد فور ايه فور دايجنوز. الحاجه الثانيه اللي بنستخدمها اللي هي الجولد ستاندرد معروفه طبعا الفويدنج سيست يوريثروجرام وطبعا الفويدنج سيست يوريثروجرام ببساطه شديده جدا قسطره بتركب في البلادر بنحطها بنحقن ريدي كونتراست ماتيريال وبنقسط الشايلد تو ماتيوريت ونبتدي ناخد سيريال ايه فيلمز وايل هيز ماتيوريتنج ونرسم الدنيا ونشوف الريفلكس موجود ولا مش موجود واذا كان موجود نقدر نحدد الجريدز بتاعته من جريد 1 اب تو جريد 5 على حسب السيفيريتي او الديجري بتاعت الايه بتاعت الريفلكس.
طبعا ال1 وال2 هنعتبرهم اللي هم اللو جريد ريفلكس من 3 واحنا طالعين طبعا دخلنا في مرحله الهاي جريد ايه الهاي جريد ريفلكس. طيب امتى هنعمل الفويدنس يوريثروجرام؟ لانه ده السؤال دايما التول موجوده بس هي ايفيزيف بروسيجر شويه. طب هنعملها امتى؟ هنا بقى في شويه اختلافات. النايس والامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس قالوا ان احنا نعمل فويدنس يوريثروجرام ما نعملهمش روتيني افتر ذا فيرست فيبرايل يوري تراكت انفكشن في الاطفال الانفانس لاقل من 24 شهر الا لو كان في ابنورمالتيز في رينال التراساوند او في اتيميكال او كومبلكس كلينيكال زي اتيميكال او ريكارنت فيبرايل يوتي اي. لكن زي ما احنا قلنا في الاول الناس الجماعه زمايلنا اليورولوجيست ما اتفقوش معانا في القصه دي. لغايه دلوقتي الامريكان واليوروبيان يورولوجيست بيقولوا ان الفيرست فيبرايل يوري تراكت انفكشن نعمل لها فويد انسيستو يوريثروجرام. طيب الرول اوف دمسا الدمسا او رينال سكان هنا دي فايدتها هي ستاندرد ايمجينج تيست. هي فايدتها ايه دايما كجايد لاينز الامريكان نيورولوجي اسوشيشن بتقول ايه؟ ان الدمسا رينال سكان ادفايز تو بيشنتس ات ريسك فور سيجنيفيكانت ابدومالتيز ذات مي افكت ذير كير. طبعا العيانين عندهم بسايكل ريفلكس سبيشال لو كان هاي جريد ده متوقع ان هو ممكن ياثر على الكيدني ويعمل رينال دامج ويعمل رينال ايه؟ رينال سكارز. الدمسة هنا بتفيدنا ان هي بتديتكت رينال ستارز اذا كانت موجوده وفي نفس الوقت بتدينا فكره عن الفانكشن بتاعت الايه بتاعت الكلي. فطبعا الدمسة سكان هنا هتديتكت سكارنج في العيانين اللي احنا دوكيومنتد عندهم ان في ريفلكس دي الفويدنج سيست يوريثرو جرام. طيب الناتشرال كورس بتاع البرايمري فازيكولار ديك ريفلكس المفروض ان هو باي تايم امبروف باي تايم في السن بالوقت بروفايدد نو برايمري. الريزوليوشن طبعا هيبقى هاي في الهاي في بيبقى اكتر فين في اللو جريد بتاع الريفلكس جريد 1 و 2 اكتر من جريد 3 و 5 هيبقى اكتر واسرع كمان. التايم تو ريزوليوشن فاريز زي ما احنا قلنا اكوردنج تو دي ديجري. الفازيكيو ميتريك ريفلكس فولوينج انفستيجيشن اوف برانيكي اي ده ممكن نعتبره بعض الناس دلوقتي بتعتبره او يعتبر بناين كونديشن لان هيحصل سبونتينيوس ريزوليوشن واكسلنت لونج تيرم اوت. Unlike the high grade dilating vasculitic reflux اللي هو بيبقى دايما associated مع hypoplastic scarred kidneys اللي هي detected بالantenatal ultrasound ده اللي بي represent at risk group اللي ممكن يحصل لها end stage kidney disease. بيقول ان هو مش نتيجه الفازيكوميتريك ريفلكس دلوقتي لكن نتيجه ان في poorly functioning congenital abnormal kidneys اللي هي اللي احنا الجروب اللي قلناها في الفيتال الترا ساوند اللي قلنا ان هو فازايكيوريتيريك ايه؟ فازايكيوريتيريك ديزيز. فهو الاكسبوجر اللي كان موجود انتي نيتالي بوظ الكدني فعشان كده هو ده اللي مبوظ الكدني انتي نيتالي. طيب المانجمنت بتاع الفازايكيوريتيريك ريفلكس برضك عليه خلاف لغايه دلوقتي والكلام الناس بتقولها كده زي ما بنقول وش اليوروبيان اسوسيشن اوف يورولوجي جايد لاينز بتقول ان ذير از نو كونسنسس اون ذا اوبتيمال مانجمنت فازايكوميتريك ريفلكس والامريكان نيورولوجيكال اسوسيشن بتقول نفس الكلام ان الداتا والنوت سفيشنت لغايه دلوقتي تو بيرميت ديفلوبمنت اوف ستريكت ستاندردز فور ذا مانجمنت اوف فازايكوميتريك ريفلكس. لكن بوجه عام نقدر نقول ان البولز بتاعتنا هنا نمره واحد بريفنشن اوف ريكرنت يورينال تراكت انفكشنز بريفنشن اوف وورسنينج رينال دامج يعني فيردر رينال دامج او رينال سكارنج مينيمايزيشن للموربيديتي اوف التريتمنت ونعمل فولو اب يعني الموربيديتي والفولو اب نقلل الموربيديتي اللي بتحصل من كده ونعمل جود ايدنتيفيكيشن للبيشنتس اللي عندهم تشيلدرن اللي عندهم بلادر اند باول ديسفانكشن. طيب بوجه عام تشيلدرن ويز جريد 1 اند 2 اللي هم ات لو ريسك فور بايلو نيفراس اند رينال سكارنج دول مور لايكلي تو هاف سبونتينيوس ريزوليوشن. لكن البيشنتس اللي عندهم لازم دول نعمل لهم جود ايدنتيفيكيشن اند ايرلي ايدنتيفيكيشن اللي عندهم بلادر باول ديسفانكشن ميجرز تو امبروف البلادر اند الباول فانكشن ار انيشيتد لازم نبتديها خلاص ونعمل لهم طبعا فولو اب عشان نشوف الفازيكوليتيك ريفلكس بتاعهم اتحسن ولا لا. نخلي بالنا في كل الاحوال اذا حصل سيمتوماتيك بريك ثرو اوت انفكشن لازم ده يترتب عليه تشينج ان تريتمنت ريجيم. يعني فور اكزامبل لو شايد احنا قلنا زي ما هنقول دلوقتي ماشيينه جاست اوبزرفيشن لا هنحوله للستين اللي اعلى منها اللي هي الانتي بايوتيك بروفلاكسيس لو حصل له بريك ثرو ايه انفكشن او حصل له انفكشن وايل هي از مينتيند في مرحله او بنتابعه جاست سنجل اوبزرفيشن.
الثيرابيوتيك اوبشنز ايه اللي متاحه بالنسبه لنا؟ حاجه اسمها واتشفول ويتنج سيرفلانس او الانتي بايوتيك كومبلكسز اللي احنا بنستخدمها او بتستخدم كتير شويه، السيرجيكال كوركشنز والادجوفانت اي ثيرابي. سريعا كده الواتشفول ويتنج هنستخدمه امتى؟ في حالات اللو جريد ريفلكس، ولازم يكون توبال تريند شايل عشان يقدر يكسبريس لو حصل له سيمبتوم سجستيف اوف يورينال تراكت انفكشن. ليه نستخدمه او ايه الراشونال بتاعه؟ تو افويد الريسك اوف انتي بايوتيك ريزيستنس. يبقى انا مش ليه ما نقلتوش على المرحله الثانيه اللي هي الانتي بايوتيك انفلاكسس عشان ما اعرضوش للسايد افكتس بتاعت الانتي بايوتيكس اللي محتاج انه يفضل ماشي عليها والبوسيبيليتي اوف ايمرجنس اوف ريزيستنت ستريتس. هنعمل له ايه في الحاله ديت؟ هنعمل له جاست ريجولار فولو اب فيزيت تو ذا كلينيك ونشور ان لو حصل له اي يورينال تراكت انفكشنز تبقى ايرلي ريبورتد اند بروبابلي مانجد. الانتي بايوتيك ثيرابي شوت بي ادمنستر بروبابلي لو حصل له فيبرال يو تي اي. طبعا لو بدا يحصل له ريكارنس لازم هديله على المرحله اللي اعلى كده منها اللي هي الانتي بايوتيك بروفلاكسس. الكونتينوس انتي بايوتيك بروفلاكسس ديلي بروفلاكتيك ادمنستريشن اوف انتي بايوتيك ايجنت، وهي محطوطه على اسامبشن ان اليوز بتاع الانتي بايوتيك ده هينتج عنه ستيرايل يورين، وان الكونتينوس ريفلكس ستيرايل يورين مش هيعمل لنا رينال دامج. بس ستيل في كونتروفيرسيز كتير جدا لغايه دلوقتي على الفاليو بتاعت الانتي بايوتيك بروفلاكسس. انت هنستخدمها في الاطفال اللي حصل لهم هيستوري اوف فيبرايل يو تي اي، في كل النون توال تريننج بيشنتس اللي عندهم فازايكوتريك ريفلكس بصرف النظر عن الديجري او الجريد، الا لو اهلهم قالوا لا احنا نقدر نتابعهم كويس ونتاكد ان ما بيحصل لهمش فيبرايل يو تي اي او سيرموز يو تي اي افكشن وهم مش قادرين يكسبريس. كل البيشنتس اللي عندهم بلادر اند باول ديسفانكشن ريجاردلس ستيبيليتي، كل البيشنتس اللي عندهم هاي جريد ريفلكس. طبعا مش هقف كتير عند السلايد ديت. دوزز من او انتي بايوتكس او انتي انتيسيتكس بتستخدم وانس بير داي عشان نمنع الاوكرنس اوف يورينال تراكت. طيب امتى هنوقف الكونتينوس انتي بايوتيك بروفلاكسس؟ لو الطفل ده حصل له سبونتينوس ريزوليوشن للفازايكوتريك ريفلكس واحنا بنعمل له فولو اب بايه؟ بالبوينتنج سيستيوريزم. او لو الطفل بدا الاول نان توال تريند بقى توال تريند ويقدر يقول لنا لو حصل له تراكت انفكشن، او بعد سنه في سنتين ايفن اف توال تريننج هاز نوت بين كومبليتد، اذا كان البيشنت عنده ريزيديوال فازايكوتريك ريفلكس بس لو جريد وبريكارنت ما بيحصلوش ريكارنت ايبيسودز او جريد تراكت انفكشن. افتر نيو انسر اور ريكارنس اوف بريك ثرو انفكشن، لان في الحاله دي احنا هنوقف الانتي بايوتيك ريفلكسز ونعمل ايه؟ ونعالج الانفكشن اللي حصل. طيب الرول اوف سيرجري، انت هنقول للعيال انت محتاج سيرجري لو التشيلدرن ده او التشايلد ده عنده هاي جريد ريفلكس هاي جريد بيوند 2 اور 3 years of age اللي هو الايدج بتاع السبونتينيوس ريزوليوشن لسه عنده ستيل جريد 3 اور 4. تشيلدرن ويز جريد 3 تو 5 ريفلكس who can't tolerate or not compliant with continuous continuous antibiotic prophylaxis او اللي بيحصل له بريك او تو. يعني ببساطه شديده هم ثلاثه ليفلز اوف مانجمنت، يا اما فولو اب بس، يا اما نطلع للليفل الاعلى منه اللي هو الانتيبيوتيك بروفلاكسس، يا اما نطلع للليفل بتاع السيرجري. طبعا كل واحد منهم انديكيتد في حاجات ايه معينه. طبعا الهاي جريد ريفلكس هو ده اللي بنتكلم فيه ان احنا ممكن يبقى فيه رول للايه؟ للسيرجري. انا مش فاضل لك بس حاجه بسيطه. الرول اوف سيرجري بيتعمل يوريترال ري امبلانتيشن او ممكن يتعمل اندوسكوبيك كوركشن. وطبعا مهم ان احنا نعمل فولو اب افتر سيرجري في الحالات ديت، نعمل لينا الالترا ساوند وبوينت سيستم بروجرام، دي بنعيدها بعد 6 مانثس افتر اوبن سيرجيكال كوركشن عشان نتاكد ان الريفلكس اتحسن. الادجمنت ثيرابي ما ننساش ان احنا لازم نعالج الكونستيبيشن، لازم ندسكارج هولدنج دريكينج انف ووتر وايتنج هاي فايبر دايت. امبورتنت ان التشايلد ده كومبليتلي امتي ذير بلادر افري 2 تو 3 اورز، الحاجات دي بتساعد ان الريفلكس يختفي يحصل له سبونتينيوس ريزوليوشن. طبعا كل الاطفال اللي عندهم او اللي كان عندهم فازايكوتريك ريفلكس لازم يتعمل لهم لونج تيرم فولو اب انيوال اسسمنت ثرو ادوليسنس جنرال ميديكال فولو اب. الجروث بارامترز بتاعتهم مهمه. الرينال الترا ساوند بيتعمل كل سنتين لثلاثه عشان نشوف الرينال جروث سبيشال اذا كان في سيجنفكت سكارنج طلع من الدمسه.
The need for dense adenal scan is determined on case-by-case basis. على حسب الانفورميشن الهيباتيك انفورميشن اللي احنا هناخدها منها غير الكلينيكال مانجمنت. فور اكزامبل مثلا ممكن نحتاج نعمل الكلام ده لو احنا بيشنت عنده رينال سكارز وعامله ايه وعامله سيفير هايبرتنشن. في الحاله دي جايز ندوكيومنت السكارنج الموجود ويزيد لو احنا بنفكر مثلا نعمل له نفرك. ده الالجوريزم كده سيمبل للمانجمنت. هنلاقي في الاخر ان هم نفس الحاجات اللي احنا قلناها، يا اما فولو اب اوبزرفيشن، يا اما كونتينوس انتي بايوتيك بروفلاكسيس، يا اما سيرجيكال ثيرابي. وبنشتغل على حسب الجريد اوف ريفلكس من اللو جريد للهاي جريد، وممكن نعمل انتر تشينج بين الموداليتيز، وممكن ننقل من حاجه للتانيه على حسب الريسبونس بتاع البيشنت. اخر حاجه عايز اقولها في المانجمنت، ان المانجمنت بتاع الفازيكولوديريك ريفلكس ما نقدرش نقول ان في بقى فيكسد جايد لاينز لغايه دلوقتي. لا، هو individualized ويتعامل على حسب او يبقى assessed او يبقى